السلام عليكم خوتي خواتاتي، معكم قناة مواضيع مغتربة في إسبانيا. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شكرا خاص لكم على الرسائل الجميلة والتعليقات. اليوم جيت بواحد الخبر عاجل، وخبر عاجل وواحد الموضوع اللي انتشر دابا في إسبانيا ودار واحد الضجة كبيرة، هو ارتفاع الفوضى العارمة والشغب والإجرام بكثرة في إسبانيا بسبب الجنس الصاعد والحراقة الجداد القاصرين. انتشر بزاف الفيديوهات في برشلونة وفي الباسك وفي مدريد، الفيديوهات القاصرين وما يسمى الجنس الصاعد ديالنا تاع المغاربة بعد اعتدائهم على الإسبان بالسرقة والفوضى التي يقومون بها في شوارع مدريد وبرشلونة والباسك. هاد الفوضى وهاد الإجرام وهاد السرقة اللي كيديروها المغاربة الحراقة، لأن ما قالوش داروها اللي عندهم نور، كيقولوا الحراقة البراهش، نسميهم أنا براهش، مراهقين اللي داروا هاد المشاكل. قلت لكم راه تثبت بالسياء الاسبان التصرفات الاخيره اللي كانت حمل السيوف في اسبانيا. هاد التصرف راه خطير جدا. خرج واحد الفيديو اللي قرابيوه او سجلوه واحد العائله الاسبانيه في واحد المكان اللي في مدريد، انهم حاملين واحد براهش قاصرين، ما كانوش ولاد كبار، كانوا قاصرين هزين السيوف على بعضياتهم في منتصف الليل، واللي يقام بالسياء العديد الناس بسبب الصوت المرتفع وبسبب يعني السلاح السيوفة. للأسف هادو مغاربة، ماشي رومان، ماشي كوادور، ماشي جزائريين، ماشي، كانوا مغاربة. وسجلوا الإسبان هاد الفيديوهات منتصف الليل اللي كانوا عبارة عن عشرين تاع الأشخاص قاصرين اللي كانوا شادين السلاح في يدهم، وهذا راه خطير جدا لأنهم ما همش في المغرب، لأنهم في بلاد القانون. وبسبب هالتصرفات الخطيرة البوليس الإسباني غادي ياخد واحد القرارات حاسمة ضد المغاربة الحارقين والبائعين المتجولين، سواء كانوا قاصرين ولا ما قاصرين، بسبب هاد الشيء اللي داروا هاد القاصرين، هاد براهش بما يسمى البراهش اللي جايين باش يخدموا، جايين حارقين وسامحين في البلاد والاخر، جاوا داروا هاد التصرف الخطير جدا. انه بالنسبه خطير ما عندوش كلمه اخرى، خطير بمعنى كلمه خطير. اتخذت اسبانيا واحد القرارات حاسمه ضد المغاربه، لذلك خوتي وخواتاتي، هاد الهضرة على الناس اللي ما عندهمش ورق، ردوا بالكم خوتي وخواتاتي، ابتعدوا عن الاماكن المشبوهه وخذوا حذركم، ابتعدوا عن التجمعات في القهاوي، وابتعدوا على اي تجمع حدا الجامع، صليوا ولا يصليوا الانسان يمشي لداره، واي التجمع سواء كنتو نساء ولا رجال ما عندكمش ورق، حذاري من التجمعات. راه دابا كيكون واحد التفتيش واحد القرار صارم خداتو ماشي الحكومه، بمعنى البوليس الاسباني، راه ملي شدوه كيقلعوا له الباسبور ولا يطردوه يعني الفوري. كانت المره فاتت كنت درت واحد الفيديو على اشاعه ترحيل وطرد المغاربه، وكانت عباره عن اشاعات وتاكدت منها كانت عباره عن اشاعات، ولكن بعد كانت واحد التفتيش في الطوبيسات في التران في اي بلاصه، سيرتو في برشلونه ومدريد. دابا هذا القرار الحاسم راه ما جايش من الحكومه، نقولوا راه ما خرجش في التلفازه وما شفناش في التلفازه، لا 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 لا، راه هذا الاخر بت يتوفير الامن، لان دابا كيشتكاو الاسبان من هاد المشاكل، التصرفات الهمجيه اللي تعاني دابا بها الاسبان، هاد البراهش وسخ المغرب، انا نقول لهم بمعنى كلمه
شوفوا السمع ديال المغاربه. دابا غادي يحلوا على الناس اللي ما عندهمش ورق واحد العين كبيره علينا كاملين، ماشي اللي عندهم الورق ولا ما عندهمش، علينا كاملين. واخا الانسان يكون جايب حياته كامله هنا غادي يحلوا علينا. راه هذا الشيء راه ماشي شي حاجه بسيطه، واش ما غاديش يعلنوا عليها على التلفازه، لان هذه راه لتوفر قلت لكم الامن الذي يعاني منه الاسبان حاليا، خصوصا في الاماكن التي تتواجد فيها التوري السياحه، مثلا برشلونه، مثلا مدريد. أليكانتي تعرضت السيمانه فايته بالسرقه الناس السياح في كاسيا لا ماشا، شفت اليوم عديد من الناس اللي شدوهم، عديد من الناس اللي شدوهم كنت انا معهم، الله اعلم واش غادي يديروا معهم، ولكن ما عندهمش ورق. هاد الشيء حنا الصراحه انا ضد هاد الشيء، ضد هاد الشيء، لانه واش غادي نقول لكم، كي قلت لكم غادي يحل علينا واحد العين كبيره، سورتو الناس اللي ما عندهمش ورق، وسورتو الناس اللي ما عندهمش الخدمه. مازال ما تكونت الحكومه، اياه الى خداها حزب بيدرو سانشيز وشويه الرحمه، بمعنى غادي نبقاو كيما عندنا الحقوق، واخا احنا عندنا جنسيه ولا ما عندناش جنسيه كيكون عندنا حقوق، كيكون عندنا مساعدات، كيكون عندنا بزاف. اما الى خدها الحزب بوكس لها معروف، واللي راه ضد العرب او ضد المغرب او ضد ليكستان خيروس، راه قال لي ما عندوش الورق، واللي جا ما خدامش راهم غادي يردوه لبلادو. وهذا الشيء راه موثق، لان ماذا ما خرجتش الحكومه ومحد الان الانسان في امان، دابا حتى تخرج الحكومه ومحد الان كاين واحد المشاكل في الحكومه اللي مازال ما تشكلت ومازال ما خرجت اي قانون. ولكن هذا الشيء اللي حنا نشوفوه دابا، هاد الفوضى العارمه اللي كيديروها المغاربه، ما كيقولوش دوله اخرى، كيقولوا ديما رويكورس المغاربه، غادي تسبب في واحد يعني خروج قوانين جديده. دابا راه باش يديروا الان راه دايرين قرارات حاسمه، اللي شدوه حارق في التران او في الطوبيس او ما دافعش التيكي ديال الطوبيس، او يشدوه يحيدوا له الباسبور. التجمعات كثر التجمعات حتى يوقفوا عليكم، عطيني الورق وانت عطيني الورق. من الاحسن خوتي وخواتاتي باش ما نطولش عليكم في هذا الفيديو، انا حاولت ندير هذا الفيديو باش نشرح لكم بسبب هذا الشيء. يمكن ما كتعلنش عليه الاخبار نوتيسيات، ولكن علنت عليه في البين تي سي وبين تي سي 25 اوت، اللي قالت راه كاين واحد الفوضى عارمه برشلونه، واللي كانت يعني فيها بزاف المشاكل اللي اتهموا المغاربه وتسبب في السرقه، وبزاف البنات من برشلونه مغربيات اتصلوا فيا في الفيسبوك وقالوا لي اختي حنا كنتعرضوا للسرقه من المغاربه، كيديونا التليفونات وكيديروا كيمشيو يجريو، وماشي كذوب هذا الشيء. في مدريد نفس الشيء، كاستيا لا مانشا نفس الشيء، وهذا بعيني. يعني الانسان يحاول ياخذ الحذر ديالو، راه كيقول واحد المثل مطيشه تخسرها على صندوق. كيفاش يعني الانسان يحاول انه ما يخرج بالليل في منتصف الليل، سواء كان خدام، ما يركبش حارك في التران ولا الطوبيس باش ما يجيبش راسو المشاكل، يبعد على التجمعات سواء كانوا نساء ولا رجال، يبعد على دوك التجمعات المختلطه اللي كتكون فيها العرب ولا هذيك القهاوي اللي كيكون فيها العرب. المهم خواتاتي وخوتي، انا حاولت انني نحذركم، لان من الواجب ديالي انني نحذركم، انا ما مستافده حتى حاجه، ولكن انا كنت وعدتكم اي قرار كما كان خرج سواء في الاخبار سواء قرارات حكوميه غادي انا نخبروا لكم. اللي ما عندهمش الورق يتفادوا الحذر ويبعدوا على المشاكل. خوتي وخواتاتي، قرارات ما خرجتش حكوميه، خرجت لتوفير الامن، الامن والاستقرار في بلاد اسبانيا. هذا الشيء زاد فوق الطاقه ديالو. انا كنحاول ما نكثرش في الفيديو، ما نتفرعش او نبقى نقول الراي الخاص ديالي، ولكن حاولت انا نقول لكم خوتي خذوا الحذر ديالكم. نقول لكم
اعانكم الله اللي ما عندوش ورق لا يعينو لا يعينو، واش غادي يدير غير الصبر. غادي نختم هذا الفيديو، الفيديو ان شاء الله الجاي غادي نديرو عباره عن درس في تعليم اللغه الاسبانيه، حيت شفت الناس طلبوني بزاف هذه الفيديوهات. اليوم درت يعني واحد الفيديو خاص يعني وسريع باش ما كترش عليكم. نتمنى هذا الفيديو اللي شافوا يبرطاجيه للناس اللي ما عندهمش ورق باش ياخذوا حذر ديالهم. راه كاين واحد قلت قرارات حاسمه نتاع البوليس باللي اللي شدوه غادي يديروا له الطرد، لانهم كيتعرضوا لاسبان لواحد الفوضى عارمه في بلادهم، والشغب والسرقه والقتل. لذلك نقول لكم خوتي الحذر الحذر الحذر. تبارك الله عليكم وامسيه سعيده، وتستناوني غدا ان شاء الله غادي ندير واحد الفيديو جديد قلت لكم درس نتاع اللغه الاسبانيه. تبارك الله عليكم، وكي قلت لكم اشتركوا في القناه يوصلكم الجديد، وحاولوا انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع خوتكم. واخا الانسان ما كيساعدش مساعدات ماديه، ولكن يساعد مساعدات بحال هذا الشكل من الفيديو باش الناس توعى شي شويه وياخذوا الحذر ديالهم. تبارك الله عليكم خوتي، ومعكم قناه مواضيع مغتربه في اسبانيا. تبارك الله عليكم وبسلامه.